في البداية أود أن أعتذر عن التأخير وذلك نتيجة لبعض المشاغل. يعني أنا والد أحمد محمد صالح العرب، هذا الشاب الذي يعني لأكثر من سنتين ونصف الآن هو مطارد، ونتيجة لهذا الوضع الغير سليم يعني تم مداهمة بيتنا، يعني أصبح سبيل، يعني كل مرة يدخلون الديرة يعني يجون البيت. فمجرد أن يعني أوجه شكري لجميع الناس الذين تضامنوا معنا في هذه المحنة، الذين وقفوا معنا وفروا الملجأ إلى المطاردين، وأيضا إلى جميع الجمعيات السياسية وبالأخص جمعية الوفاق لما قامت به من متابعة ويعني وش اسمه إلى موضوع المطاردين والمعتقلين. في الختام أود مرة أخرى أوجه شكري لجميع الحضور الكريم على هذه الوقفة التضامنية، وشكرا. نشكر الحاج محمد صالح العرب، ونتمنى أن يجمع الله شمله وشمل كل أب بابنه أو ابنته، ولا أراكم الله مكروها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآل محمد.